برنامج الماتش اللي بيديره طبعا زميلنا الاعلامي الكبير هاني حتحوت بعد مرور ست سنوات على البرنامج. اقول له طبعا اول حاجه يعني كل سنه هو طيب، وفعلا برنامج هو كشخصيه، اولا هو شخصيه محترمه وشخصيه محايده وشخصيه يعني تحب ان انت تتفرج عليه، ان هو بيتكلم بالمنطق وبالعقل مش جهجهوني يعني. واتمنى ان البرنامج يستمر وان هو يفضل في الافضل على طول يعني. الايجابيات والسلبيات من وجهه نظرك اللي ممكن نطور من خلالها يعني. الايجابيات الناس اللي بتستضيفها بتبقى فاهمه كوره، بتبقى عارفه بتقول ايه، بتنقي وبتبقى محايده مهما كان اللي يجيبه اهلاوي ولا زملكاوي. الايجابيات السلبيات ممكن ان هو بيبقى عاوز ناس تنوع شويه. والله الكابتن هاني حتحوت انا بصراحه بشوفه اعلامي محايد جدا، راجل بيهتم بالتفاصيل جدا في الماتش وخارج الماتش. بشوفه ان هو ولا مع اهلي ولا مع زمالك ولا مع اي لون فلنا، بالعكس ده راجل محايد جدا. وبس هو القصه كلها بس ما بدون زعل يعني، انا محتاج ان هو محتاج بس تنويع فقرات بحيث ان هو ممكن يدخل فقره اخباريه، فقره حاجه، انما هو بصراحه وبيختار ناس كويسين قوي وبيختار ناس محايده. فانا يعني اتمنى له التوفيق، وهو اعلامي محترم، ومزيد من النجاح. وطبعا حتى برنامجه ابتدى ينتشر انتشار واسع ما شاء الله عليه، فمزيد من النجاح ان شاء الله يا كابتن هاني. ان شاء الله. شكرا يا فندم. هو برنامج محترم وبرنامج حيادي، برنامج بيقدم محتوى محترم جدا. بنبارك لكابتن هاني حتحوت ست سنوات من النجاح والتألق، دايما مميز بالانفرادات، شفناه بيكشف حقائق كتيره في الكره المصريه وبيتكلم في قضايا، فطبعا بنتمنى له التوفيق. شايف ان استاذ هاني حتحوت هو بصراحه مذيع اعلامي، مذيع واعلامي شاطر جدا، وبيعجبني في استاذ هاني ان هو محايد يعني، ما بنصفش طرف على طرف زي ما في ممكن حد يعمل كده. هو حد محايد جدا، ضيوفه بيجيبهم في منتهى الحياديه، الكلام بتاعه منطقي جدا في كل الاوقات سواء كان في خساره او كان في مكسب. الحاجات الايجابيه في البرنامج هو هاني حتحوت ذات نفسه ورئيس التحرير استاذ احمد جلال والمراسلين والكادر كله. مقترحاتي دايما يعني مثلا تغطيه المباريات اكتر، نركز على الدوري المحترفين اللي هو اول سنه السنه دي هيلعب واللي هيصعد منه هيبقى فيه فرق لدوري ممتاز الف، وخلينا نسلط الضوء اصلا على الكره وعلى النجوع واللي فيها مراكز شباب بيبقى فيها لعيبه ممكن تفيد مصر. عايزين يكون في اهتمام شويه بالدوريات الاوروبيه. لا هو ما فيش اي حاجه بس غير ان الضيوف تتغير شويه. برنامج الاستاذ حتحوت جميل بس في مقدمين في خلال البرنامج ما بيعجبونيش. ضيوف ما بيعجبونيش بصراحه، لان انا احس ان هم بيجاملوا بعض اللعيبه، بيجاملوا بعض الانديه، بيجاملوا نفسهم. هو برنامج حيادي يعني وكده، واستاذ هاني حتحوت بيبين اذا كان زملكاوي اهلاوي بس، فالبرنامج بيبقى جميل يعني وتبقى حاجه كويسه بحب ان اتابعه. والله هو حيادي ومحترم جدا في عرضه، لا في اهلي ولا زمالك. شايف ان هو حيادي يعني واقف ما بين الاثنين يعني ما بينحسش لحد ولا هنا ولا هنا، بس هو يعني من رايي ان هو كويس. من اجابات البرنامج ان الكابتن هاني حتحوت من اشطر المذيعين، علشان هو بيقدر يعمل برزنتيشن كويس للبرنامج بتاعه، فبيقدر يبرز الضيوف بتوعه بشكل كويس، وبيقدر يقدم المحتوى بتاعه بشكل كويس جدا يعني. والله هو هاني مذيع شاطر يعني واعلامي كويس يعني، انا بتحب تحليلاته فاما بتابع بتفرج عليه كويس يعني. مذيع بصراحه احنا ما نعرفش اذا كان هو اهلاوي ولا زملكاوي، وبصراحه يعني يا ريت كل المذيعين يكونوا زيه.